رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان وأجواء رمضان يمكن عايشينها دلوقتي داخل مطبخ زينب طعم البيوت، وشايفين التحضيرات بقى للست العاملة والمرأة المصرية إزاي ممكن تحضر لأكتر من وجبة، تقدر إن هي تخزنها ويا دوب تسخنها. ده اللي علا قالته، خلينا نرجع لها بقى ونرحب بيها. إزاي علا؟ كل سنة طيبين. عاملة وليمة يا قولي لي بقى، أنا شايفة إن أنتِ عاملة أكتر من حاجة وأكتر من صنف وفي تنوع، وهقدر أحطهم بقى في الفريزر طب هنحط في الفريزر ونطلع فيه هيبقى مستوي وفيه مش هيبقى مستوي. طيب قولي لي يعني كده مثلا نبدا حاجه حاجه كده. دي الفراخ دي دبابيس فراخ. اوكي. انا بجيب مثلا بعدد افراد الاسره يومين مثلا، يعني مثلا عدد افراد الاسره 5، اجيب 10 دبابيس اقطع لهم بصلتين حلوين كده اهوت جوانح، واقطع جزر واقطع وفلفل وطماطم. طب الكلام ده بينطبق لو كان برضو صدور هي لا انا بتكلم الدبابيس عشان بتتحمل يعني وهحط لها بقى التوابل بتاعتها، دبس رمان وثوم باودر وبصل باودر ومعلقه زيت، وكل ده اقلبه واشيله في الكيس الحراري. تمام. ده كيس حراري بيدخل الفرن عادي. تمام. بس لازم قبل ما ادخله الفرن يكون مقطوع، لازم يكون متهوي. طيب ما ينفعش الكلام ده إن أنا الكيس الحراري ده انا هحتفظ بيه في الفريزر. بس ما ينفعش ان انا اسيب الكيس الحراري مش مفهوش فتحه. طيب عشان حتى في الفريزر؟ لا في الفريزر عشان افتكر عشان انساش. طيب لو انا حطيته في الفريزر انت تقصدي بيه ان انا هطلعه هحطه زي ما هو، مش هستنى لما الفراخ تفك ولا اي حاجه؟ لا 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 لا، احطه هيشتغل، احطه في صينيه وافتحه وادخله. طبعا عشان الموظفه بتيجي متاخره، سيده المنزل برضه ساعات بيبقى اولادها في المدرسه عايزه تبقى عايزه تنجز. بتبقى عايزه تنجز. يعني احنا مش هنتكلم الامراه العامله بس، لا لا في لا ناس لا بتبقى عايزه سيده المنزل. في ناس بالظبط. طيب قولي لي انت عامله، واضح ان في كفته برز. لا دي طعميه. طعميه بقى السحور احنا لازم بعض السحور نعمل له مكانه يعني وكده اهو. تمام. الفول العادي انا هدمس فول عادي، وطبعا تدميس الفول لازم ابل الفول لمده مثلا 3 ساعات، وبعد كده احطه في الدماسه واحط عليه طماطمايه. تمام. وحبه عدس صغيرين اصفر وحبه رز. تمام. خلاص. واحطه على النار بقى لمده مثلا 5 ساعات على عين هاديه، ولو ما فيش لو في سخان احطه على السخان. تمام. خلاص بطلع الكميه لما تبرد خالص بقسمها اكياس واشيلها للصحون. تمام. نفس الحكايه الطعميه بجيب الفول المتشوش. اللي هو المدشوش انقعه وانقعه 8 ساعات لان لازم يبقى طاي. تمام. خلاص. واحط عليه كرات واحط عليه بصلايه واحط عليه ملح وكمون واقسمه، وطبعا بنضربه في الكبه واقسمه اكياس. لما اطلع الكيس احط معلقه بيكنج باودر بس اول ما اطلع الكيس كده خلاص. وبحتك بقى تحشيها تعمليها سنة. تمام. احنا ماشيين كده خطوه خطوه. ايوه. شايفه بقسماط وشايفه؟ لا ده مش بقسماط. امال ده ايه؟ ده خروب ودوم. ده خروب ايه؟ مطحون. خروب مطحون اهو انا عملته. تمام. دي المشروبات بقى. ودوم كركديه. وده كركديه. كركديه خلاص. وفي صوبيا بقى وفي قمر الدين كل الحاجات ديت. احنا طبعا الكركديه عادي طبيعي باخد كوبايه كركديه حلوه بنقعها او بغليها واسيبها احط لها السكر اللي انا عايزاه ولتر ميه. تمام. مش اكتر من كده. ويتشال اللي عايز بقى يقسمه حسب افراد القصه حسب رغبته كده. التمر الهندي انا بحطه في شويه كوبايتين ميه بيتحطوا على النار يغلي، اسيبه طبعا لان التمر الهندي جامد ناشف شويه. ايوه بيبقى جامد شويه. دي الكوا او اللي هو بيبقى مربعات. طيب ده كده المشروبات خلاص. لا الاهم بقى الخروب والدوم. دول مهمين جدا. الخروب انا بعمل بحط كوبايه سكر في الحله، بعمل لها كامله بكاملها. تمام. بحط لها معلقتين ميه واسيبها لغايه ما تبقى لونها ذهبي. ذهبي خلاص. احط عليها كوبايه الخروب او كوبايه الدوم. تمام. ده بالنسبه للاثنين. تمام. واقلبهم تقليبه حلوه واحط لها بقى لتر ونص ميه.
تمام. يبعد اشيله في الاكياس. لازم تبعد الحاجة. لازم تبرد، لازم تكون بعد. تمام. ده بقى برضو بطلعه على حسب حسب عدد افراد الاسره، حسب اللي عايز يشرب صوبيا، اللي عايز يشرب دوم. طب لما اطلعه بعد ما جمدته وبقلبه بميه بسيبه بقى يفك ولا بزود له ميه بقى؟ لا بقى خلاص ما بزودلوش. الموظفه بقى الصبح قبل ما تنزل تنزل تطلع الكيس من الفريزر وتظبط الدنيا. الكوبيبه الكوبيبه بقى الكوبيبه دي شايفاكي شغاله فيها. قولي لي بقى عملتيها ازاي الكوبيبه. انا بجيب نص كيلو لحمه معاه كيس برغل تكون شركه كويسه. تمام. عشان ما يبقاش فيه زلط، ما يبقاش فيه تراب، ما يبقاش فيه اي حاجه من دي. تمام. بجيب كيس البرغل بنقعه واصفيه حلو قوي قوي من الميه. احط عليه بصلايه. مده قد ايه البرغل عشان يعني مش كل البرغل مش بيغيب مش بيتاخر؟ اوكي. يعني ما فيش نص ساعه. نص ساعه. تمام. واصفيه من الميه. اصفيه من الميه حلو. وفي الكبه احط معاه بصلايه واحط بردقوش، معلقه بردقوش. ايوه انا بحفظ والله. معلقه دبس رمان بتديها طعم تحفه. تمام. وطبعا بهارات وجوز ده برده كل ده في الكبه. كل ده في الكبه واحط معاهم اللحمه. تمام. ده الكفر. طب قولي لي دي اللحمه بتبقى لحمه عاديه مقطع لحمه مش مفرومه بقى؟ لا بفرمها بقى. مفرومة. كل ده هيتحط في الكبه هيتخلط مع لا انا اقصد قبل ما قبل يعني وانا جايه بحطه على المكونات اللي انا حاططها في الكبه بتكون اللحمه مفرومه ولا بتكون اللحمه؟ لا مفرومه. مفرومه عشان الكبه مش هتقدر ان هي تفرم اللحمه. ايوه. تمام ماشي. اللحمه المفرومه بحطها واحطها على المكونات اللي انا عملتها. ايوه. بصي اضرب كله في الكبه. انا عايزه اعمل لك واحده اهي. انا عايزه اقول لك بقى ده الكفر اللي هو اللي بره ده. بصي ويستحسن قبل يجي ميه. تمام خلاص كده. انا عامله له طبعا عصاج لحمه حاطه برضه عليه معلقه دبس ومو. ده بقى اللحمه اللي هي الحشو. الحشو. تمام. عايزه تحطي عين جمل موجوده حطي، عايزه تحطي ما تحطيش براحتك. خلينا في المعارك وخلونا في الحلو. خلونا في العادي. ايوه على قدنا بقى والدنيا تبقى ماشيه حلوه يعني الحمد لله. الحمد لله. وفلفل اسود طبعا وكده. تعصيجه لحمه عاديه. تعصيجه بس زياده عليها برضه معلقه دبس ومو. دبس رمان. لان الدبس ومو هيديها الجفا. تمام. بصي انا بعوص ايدي ميه كده اهي. خلاص. تمام. بحشيها اللحمه. ايوه اهي. هو كان البرغل علشان احط في الكفر اللي بره صح؟ ايوه ده الكفر اللي بقى. اللي البرغل كان بيبقى قد ايه؟ بيبقى في حدود 500 جرام. نص كيلو يعني. يعني تقريبا يعني بس هي تكون شركه حلوه لان برجع واقول البرغل ساعات بيعمل بيقص فيه تراب. بيبقى فيه تراب او حاجه. فتكون شركه حلوه. كويس. تمام. ايوه تمام. اهي خلاص كده. بصي الميه بقى هي اللي بتمسك. عشان محدش يقول بتشقق مني بتعمل اهي. الميه هي اللي بتمسك اهي. ايوه وتحفظيها بعده تحطيها. ممكن نحط ده بقى في الفريزر زي ما هو. بصي بقى يتحط ازاي عشان دي ما تفكش ما تتعجنش كمان. تمام اهي عشان ما نعجنها عشان ما تطبقش او تعجن. بحطهم في حاجه استلس مثلا وادخلها الفريزر تتجمد. اطلعهم اعمل عددنا في الاكياس. تمام. اعمل العدد في الاكياس. تمام. تمام. عشان لو اتحطت كده في الاكياس هتطبق. هتطبق. طيب ده كده الكوبيبه. بعدها عندنا ايه؟ ده هايل. ايه هايل. طب قولي لي بعد كده عندنا ايه؟ عندنا نطلع دول. طلعي الاول علشان. ايوه. طب ما تيجي كده نروح لتقرير ونرجع تاني نكمل بقى. نكون طلعنا شويه من الكوبيبه ونكمل. دلوقتي معانا مشاهدينا تقرير هنشوف فيه منافس بيع وزاره الزراعه للخضروات المجمده وازاي في تكاتف اخر من قبل وزاره الزراعه. خليكم معانا مره ثانيه مشاهدينا لسه مستمرين معاكم ومطبخنا زينب طعم البيوت مع الشيف علا. علا بصي بقى انت قلتي كده الكوبيبه دي ممكن دي كده مش هحمرها، انا هحمرها اول قبل الاكل طبعا. ايوه بس طلعت طبق من فيزا وهنحمر. طيب قولي لي بصي احنا يمكن كانت منى وهي بتسالني بتقولي عندكم ايه، فانا كانت في لسان عصفور وشعريه شفتك بتحمرين بطريقه انا مش فاهمه انت بتعمليهم ازاي، بعدين لقيتك حطاهم في الاطباق فقولي لي ايه الموضوع. الا شعريه او لسان العصفور بحط معلقه زيت صغيره
على مثلا النص كيلو شعريه. تمام. وبقلبه بشرط ان هو بيتغلف من معلقه الزيت ديت، لان مش عايزه احط زيت كتير او سمن كتير عشان مع التخزين ما يعملش ريحه. اه يعني انا هخزنه. انت هايله. اخزنه. اه يعني انا مش محتاجه احمر لساني العصفور قبلها. ده شيء هايل والله. يعني مش هقف في المطبخ كتير قبل يعني الفطار. المطبخ هيبقى نظيف كمان. يعني مفيش مطبخ كتير قبل الفطار. ده شيء لطيف قوي. طب حمرتهم كده؟ بحمره بقى في معلقه زيت واحده. ده الكيس تقريبا. ايوه. يبقى 400 جرام تقريبا. الكيس. طيب قولي لي بعد ما حمرته كده حمرته بقى كده اهو كويس وخد اللون الذهبي ده. اوكي. بنحطه في برطمان وبشيله في دولاب المطبخ. يعني لا في الفريزر بقى ولا في الثلاجه. كده بقى اعمل ايه بعد ما اطلعه؟ تيجي بقى انت عايزه تعملي رز بشعريه، عايزه تعملي صنع عصفور شوربه. طب خلاص بتاخدي على قد ما بتاخدي وتحطي الشوربه. لا استني يا علا، بس استني ما تاخدنيش. بس عايزه اسال سؤال. انا هحطه كده. طب وبعد ما احطه في البطرمان وهنزله بقى، هحط بقى ايه؟ مفيش زيت ولا سمنه خلاص تاني؟ والله بقى حسب احسن. لان الشوربه عايزاها هي الشوربه بتبقى دسمه. طب خلاص، يعني انا حطيته على الشوربه، او سواء بقى استخدمت مكعبات الشوربه او حتى ان انا عملت كده، مفيش اي مشكله. مجرد ان انا احطه وازود الميه خلاص هيديني نفس الطعم. اي مشكله. على مسؤوليتك. نفس الطعم. لا لا لا، على مسؤوليتك. نفس الطعم. انت حره. انت حره. الشوربه دي اهم حاجه في رمضان. وبعدين طالما انت بتعمليها كده جميله. ربنا يخليك. تسلميك. قولي لي بس، انا شايفه لحمه معصجه، بس انا وشايفه اكتر من نوع من لحمه معصجه. هقول لك بقى اكتر من نوع دي. احنا ثواني. احنا دلوقتي عصجنا لحمه عشان مثلا هنعمل مكرونه بشاميل، هنعمل مسقعه، هنعمل دي اللي هي الشكل ده جلاش. تمام. وهشيلها كده. دي بقى انا يعني كده هي مستويه برضو. نص كيلو لحمه. طب مستوي كده؟ مستويه. يعني هشيلها مستويه. هتشيلها مستويه يعني اطلعها احطها بس هبتدي ان اعمل هي عليها. طيب. بصل وفلفل وجزر مبشور. تمام. وشايفاكي برضو مخزنين برضو لحمه مفرومه دي. أيوة. العاديه برضو اللي هي نفس الفكره. بس من غير بس بصل دي بقى. ايوه، في ناس ما بتحبش الخضار في اللحمه مفرومة. فخلاص يعملوا كده. ودي طيب شايفه كيس تاني ده ايه؟ بصي ده بتنجان رومي. انا شويته. وشويت معاه بصل وفلفل. تمام. باخد على قد السلطه بابا غنوج. تمام. واشيل برضه في الكيس. الكيس اللي بعديه يا علا. الكيس ده بقى التجميع بتاعت المحشي. المحشي. ده مهم. المحشي وعلى فكره فيها الخضره. تمام. يعني يعني كل اللي هي المجرد انا احط الرز بس واقلب. بس الخضره ما تتحطش غير لما تبرد. تمام. عشان ما تغمقش. وعندنا وكمان عندنا شايفاكي عامله برضو همبرجر. أيوة. فواضح برضو ان هخزنه بنفس طريقه. عشان في اطفال ما بتاكلش حرام في رمضان، فنعمل لها الهمبرجر في البيت. كل سنه انت طيبه. كل سنه طيبه. كل سنه طيبه. واكيد منى عندها اسئله كتير وهترجع تسالك في حاجات كتير ممكن تكون ما خدت بالها من حاجات انا مش عارفاها. واكيد ان شاء الله تكوني معانا في رمضان. كل سنه وانت طيبه وبرد عليكم. كلكم طيبين. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده كان معانا مطبخ متنوع، حاولنا من خلال وجودنا مع الشيف علا ان احنا نشوف بقى ازاي ست البيت تقدر ان هي تخزن منتجات او اكل رمضان عشان يبقى سريع التحضير قبل الفطار. لكن هنخرج لفاصل ونرجع مره تانية بقى مع منى. اكيد عندها اسئله كتير هتحاول تسال فيها علا وهتسالني. ربنا يستر. يلا بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، اهلا بحضراتكم مره تانية. رباب بدعت مع الشيف علا فتح الباب وقالوا حاجات، شويه حاجات انا بقيت سعيده جدا. ورباب متخيله ان انا عندي اسئله كتير، لكن انا عايزه اكل اكتر. انا عايزه ادوق يا راجل. انا عايزه ادوق اللي بيحصل ده. انتوا عملتوا ايه؟ بص، هي عملت كل حاجه بحيث ان احنا يوم رمضان، وانا مش مصدقه الموضوع يعني ان انا ممكن ما ادخلش المطبخ كتير قبل الفطار. بس هي واضح ان قبل الفطار ممكن يبقى الموضوع سهل. من الواضح ان هو موضوع سهل جميل. والطعم رائع. رائع. الكوبيبه دي سرها ايه؟ الكوبيبه سرها ان انا عامله كيس البرغل او من شركه كويسه. من شركه كويسه. ايوه. سمعت. ما يبقاش فيه رمله او تراب او اي حاجه يقرش مع الاكل. ده جميل. خلاص. يعني بص، ده ايه الحلاوه دي؟ لا لازم تدوق يا رب. لا هدوق بس جميلة. انا عايزه اسالك سؤال. انت كنت مقطعه ايه لما طلعنا الكوبيبه؟ كنت ده يعني انا دلوقتي مش المفروض اصفي على ورق على كده؟ انا شفتك. لا بصي، على اي حاجه على فكره في التحمير لو طلعت على خضره احلى.
والله اه ما انا ده اللي لفت نظري. لحظه كباب اصل انت معاكي مناديل بقى. بص لفت النظر برضو. بص الستات اللي الستات بتوع المطبخ اللي هيجيبوا يعني انا دايما قاعده ادور على مناديل واضيع الوقت والله. عندي بقدونس حطي، عندي كومب الله ده هي اللي عندك اخضر حطيه. اه طلع كده يعمل نسبه الدهونه فيه. اصل انت خدي بالك بص تفرق برضو دي. بص شوف التاتش مذيع محترمه ومخضرمه بتقول لك انا ما لفتش نظري. انا قلت ده ممكن يتاكل ولا لا؟ لا ممكن يتاكل. لا وانا لفت نظري عشان يعني نوع من انواع الترشيد يعني بدل ما نحط مناديل ونعمل ترشيد في رمضان يا جماعه. ترشيد في رمضان قولي لي. لا خدتي بالك انت من موضوع ان احنا نحمر؟ لا بص ده موضوع بالنسبه لي عايزه افهمه زي ما انت كنت وقفتي عنده. وقفت عنده كتير بصراحه. معلقه صغيره زيت على نص كيلو شعريه او نص كيلو زي ما رباب سالتك. قالتك يعني تخرج من البرطمان. ايوه احطه كده على الشوربه على طول ولا احمره؟ لا على الشوربه خلاص هو متحمر. لا هو انا في بس نسبه دهون قليله. بس نسبه دهون قليله بقى ده بالنسبه للناس اللي مش عايزه تاكل. الشوربه بقى دسمه الشوربه مش دسمه حسب الشوربه بس. حسب الرز ما انت ممكن تعمل. طب انا لو عملته افرضي انا مش انا مش بعمل بشوربه يعني مش بسلق فراخ او لحمه انا بس هعمله بالمكعبات. عايزه اعرف لما اجي اعمله بمرقه الدجاج العاديه عادي. بتحطي الميه وبتحطي ماء الدجاج تغلي بتملحيها كويس تمام وتحطي بقى اللي صلع عصفور او الشعير. تمام فهمت. شفتي بقى فهمتي بقى انا حاولت اسال عايز مش هقعد اسلق فراخ لسه هسلق. وعلى فكره البتنجان المشوي دوت بالهاند بلندر مع نص كوباية طحينة أيوة. مع معلقة خل مع عصرة ليمون مع شوية ملح وكمون. بص شيف شقية. طب نطلع ده ايه نطلع يفك خلاص الدنيا يفك تاني. بالهاند بلندر بقى دبيب الحاجات دي تبقى سلطه بابا غنوج. الله عليك. وعلى وشها بقى كده شويه زيت زيتون. طب واللي هناك ده ايه يعني ده ايه الهمبرجر؟ لا العصير ده ايه؟ لا ده عصير خروب انا حبيت اعمله قدامكم لان مش كل الناس بتعرف تعمل الخروب. قصدك ايه بكل الناس؟ قصدك ايه بكل الناس؟ انا مش حسب لا انا بصي هي قالته يعني في تكنيك على فكره في الموضوع. التكنيك ده لازم تفهمه. احنا كوبايه السكر معاها معلقه ميه بيتكامل على النار وبتحطي كوبايه الخروب او الدوم يتقلب حطي الميه اللي انت عايزاها وصفيه. انا بحبك يا علا والله انا سعيده النهارده والله وانت طيبه حبيبتي. انا سعيده النهارده انا كنت مع زميلتي الجميله رباب المهدي. انا بشكرك على الحلقه الجميله دي. انا مبسوطه جدا وربنا يخليكي وبشكر شيف علا فتح الباب ويعني اتمنى ان شاء الله نلتقي في رمضان بحاجات كتيره ان شاء الله. وادينا بنتعلم يا علا. هنكون صايمين مش هتلحقي تدوقي. هدوق انا بدوق مقدما انا. ما احنا هنطلع من الحاجات دي بقى في رمضان. كل سنه وانت طيبه وانت طيبه وكل سنه طيبه يا شيف علا. كنت منورانا ونشكرك على الحاجات الجميله دي. طبعا شفنا معاكم ازاي ممكن الست العامله وكمان علا لفتت نظرها قالت ممكن تكون ست بيت بس هي مش عايزه تقف في المطبخ قبل الفطار. كل سنه وحضراتكم طيبين. يا ريت نرشد في رمضان تاني يا جماعه. الترشيد في رمضان مش عشان حاجه علشان ناكل الاكل فريش يوم بيوم وفي نفس الوقت ما نصرفش قوي ونحس ان الميزانيه بقت تقيله علينا. كل سنه وحضراتكم طيبين.